السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنرحب بكم دائما في القناه ديالكم، وكنتمنوا لكم تقضيوا معنا اوقات طيبه ان شاء الله. مرحبا بكم، كنحيي المشاهدين ديالنا الكرام داخل الوطن وخارج الوطن وفي انحاء المعمور ان شاء الله، وكنتمنوا للجميع التوفيق، وكنتمنى لكم يكون هذا الشهر عليكم بخير ان شاء الله، وشهر رمضان المقبل نتمنوا لكم السعاده الدائمه لكم ولابنائكم ان شاء الله. مرحبا بكم، غادي نقدم لكم واحد الحنشه راقيه ان شاء الله بطريقه مختلفه عما كنعرفوا، يعني كتجي رائعه باذن الله. هنا غادي خصنا هذا المقادير اللي غادي نقول لكم دروك، 150 غرام ديال اللوز محمر، يمكن لنا اللوز مقشر ومحمر، يمكن لنا نحمره غير في الفران بدون زيت. عندنا هنا اللوز اسود محمر ايضا بالقشره ديالو محمر. عندنا هنا واحد 70 غرام ديال البيستاش، واحد 70 غرام ديال الزبيب. هنا عندنا الزيت، هاد الزيت كنطيبوه، يعني ماشي الزيت، يعني الزبده، هاد الزبده كنطيبوها ان شاء الله باش تطيب مزيان، يعني كتقريب تولي بحال الشكل ديال السمن، كطيب كنحيدو من هذاك الماء اللي فيها، كتجي بحال هكا اللون ديالها سمراء ان شاء الله. هنا عندنا واحد 20 غرام ديال السكر ديال السنيده، يعني كل بيستاش غادي ندير معاه 21 غرام، هاد اللوز غندير معاه 21 غرام، هذا غندير معاه 21 غرام، هاد اللوز الاخر غندير معاه 20 غرام. هاد المكونات غادي نطحنهم ان شاء الله، كل مكون غادي نطحنو. الزبيب بالطريقه غادي نصوبو بحال الطريقه، غنجيب الزبيب الابيض بحال هكا الابيض ماشي الاسود، غادي نحاول يعني ندير به فيه مرصوات صغيورين صغيورين بزاف بهاد الطريقه باش غادي نقطعو ان شاء الله. كتوركو عليه وكيتقطع وكيرجع اجزاء صغيره باذن الله، ما نطحنوش يعني ما بغيناش يولي لينا معجن، ما خصناش يكون معجن. مقطع طروفه صغيورين، كنطحنو البيستاش ديالنا، كنديرو معاه شوية د السنيدة، ونسدو الطحانة ديالنا، هاد الشيء بحال هكا يجي حبوب كبار. ها هو البيستاش ديالنا بحال هكا بغيناه. غادي ناخدو اللوز ديالنا حتى هو، نديرو مع السنيده ديالو ونطحنو. بحال هكا حتى هو، يعني هذا هو وناخذو اللوز الاخر حتى هو نطحنوه. دائما 20 غرام سكر معاه، كتلاحظوا انني ما درت حتى شي حاجه، يعني قرفه ولا شي حاجه اللي يمكن نسم بها هاد اللوز ديالو، هاد الشيء لان بغيت اللوز، بغيت هاد السمن بحال هاد الزبده اللي طيبناها. شوفوا الزبده ملي كطيب مزيان كيكون القاع كينزلوا دوك الحبيبات الكحلين كتجي بحال هكا محمره، هذه هي اللي غتعطيني داك الكو مع هاد المواد ان شاء الله، واحد الكو رائع في هاد يعني السيجار ديالي بشكل مختلف جديد ان شاء الله. جو ورقه ديال الفينو هي هذه هي الفيلو، ورقه الفيلو هي هذه، يعني كتجي نحلوا لها الكرش ديالها ان شاء الله. هكا
دائما الورقه الفيلو كنحاولوا عليها لان هي نورمالمون راه هشيشه بزاف، يعني نحاولوا ما نخسروهاش. هكا كتجي يعني هي فراجيل، دائما تكيسوا عليها هكا. وهنا كناخذوا ورقه بورقه وكنسرحوهم بحال هكا. هنا كما قلت لكم دائما نحاولوا عليها تنقلعوها. هذه راه تقريبا جوج ورقات ماشي ورقه واحده. ها انتما كنرشوا شويه السمن هكا فوق الورقه ديالنا، كنحاولوا نديروا شويه ديال بيستاش هكا. نديرو شويه ديال اللوز نديرو شويه ديال اللوز الاخر. نديرو شويه ديال الزبيب، نحاولو الزبيب ديالنا نفرتتوه يعني ما يجيناش هكا. ونحاولو نرشو شويه ديال العسل شويه ديال السمن بحال هكا. وغادي نديرو ان شاء الله عاوتاني الورقه ديالنا بحال هكا بحال هكا. وناخدو هادي راه دغيا كتقصح ودغيا يعني هكا. غادي نرشو هنا، غادي ناخد هاد نخلطو مع هذا لان هذا معسل كيجي لاصق. نخلطو مزيان بحال هكا من الأحسن. غادي ندير واحد الكمية ناخد اللوز هنا، غادي ان شاء الله نحاول نجمع الورقه ديالي بحال هكا غير بشويه، لان هي راه سهله في تهراس وسهله في سميتو كتهرس مزيان، يعني سهله باش تهرس وباش سميتو. ها هو الرولو ديالي بحال هكا، نخليه هكا ونحاول نصوب واحد اخر. هاد السيجار ديالنا كندهنو بشوية ديال الزبدة من الفوق، شوية ديال الزبدة من الفوق إن شاء الله. وغادي نحاولو نقطعوه. مرحبا، ملي كندهنو هاد الزبدة هنا درنا عمارة وحدة كوش كبير، يعني ورقة كنديرو فيها ثلاثة أو ربعة ديال الطاجات إن شاء الله. الطاجات في الحشوة ديالنا وكتجينا بحال هكا. هانتوما هنا كنقطعو غير بالسياسة، هانتوما شتو كي كتجينا هكا كتجينا، كتجي رائعة وهائلة بإذن الله. يعني بعد كنستفوها في طاولة الفران بحال هكا، كنحاولو نفرقو بعضياتهم بيناتهم، كنقطعوها على واحد العبار اللي بغينا.
غناء كبيرة كان يديروا مسماض دائما بحال هذا الشيء يديروا فيه شي مسماضي يجي ماضي مزيان. ها انتم كتشوفوا العمارة ديالها كي كتجي كتجي واحد حلوة مع العسل، كنخوف منها شوية العسل غير شوية ماشي كنغطسوها في العسل، كتجي هائلة. الكو ديالها الهائل هو داك السمن داك ديك الزبدة اللي كتعطيني واحد الكو بحال ديال السمن، كيجي ممتاز مع هاد المكسرات اللي درنا فيها، كتجي هائلة ورائعة إن شاء الله. هنا درت باكية د الفينو كيعطينا واحد الكمية لا بأس بها، يعني الفيلو ماشي الفينو، الفيلو يعني ورقة رقيقة جدا سهلة في التقطاع. دائما ردوا البال لتاريخ الصلاحية ديال هاد الورقة، لأن إلا كانت الصلاحية ديالها فايتة راه ما غاديش تفرقوها نهائيا، يعني غادي تهرس لكم كاملة. هانتوما بحال هكا تنقطعو كلشي بحال هاد الدروك، هادي فيها غير شوية يعني خاوية من واحد الجهة هكا، نحيد هاد الجهة وندير هادي ندير بحال هكا، حاولوا تقدوها لأن الورقة هاد الورقة راه سهلة كما قلت لكم باش تهرس. مرحبا، ها هي هاي غادي نديوها البران ان شاء الله. درجة الحرارة 170 غادي نديرو 170 درجة الحرارة او 175 كاع باش تحمر مزيان، ونخليوها تقريبا على حسب عيننا وميزاننا يعني في الفران تقريبا واحد 20 حتى 25 دقيقة ان شاء الله غادي تجينا طيبة وتجينا رائعة بإذن الله. مرحبا، الحلويات ديالي ها هما طابو، يعني السيجار ديالي ها هو طاب هكا كيجي، غادي نحطو ونخليه يبرد، كنخوي شوية د العسل، العسل يكون زوين شي ماركة مزيانة أو العسل اللي صوبنا اللي درنا به الشباكية، كنخوي فوق هاد الشكل ديال الحلوى اللي هو على شكل سيجار، كنخوي فوق منو وهي سخونة يعني إن شاء الله باش تشرب لينا شوية ديال العسل، منخليوهاش حتى تبرد، عاد نخوي فوق منها العسل، نخوي العسل وهي سخونة. هنا كنديرو شوية ديال البيستاش، نصف درت ليهم البيستاش ونصف درت ليهم اللوز، كنطحنو البيستاش ديالنا، هنا كنطحنو اللوز، يعني كنديرو نصف ديال البيستاش ونصف ديال اللوز. مرحبا، هذا هو يعني السيجار ديالنا اللي كيجي على هاد الشكل واللي كيجي رائع، هادي حلوة مزيانة كتجي ممتازة جدا، جربوها إن شاء الله. هادي أول مرة غادي نقدم لكم بحال هاد الشكل إن شاء الله، اللي كيجي رائع وكيجي طوب، يعني كتجي رائعة وكتجي مزيانة. هانتوما كتشوفوا يعني المحتويات الداخلية ديالها كيفاش كتجي، كتجي ممتازة. نتمنى لكم إن شاء الله تجربوها بهاد الطريقة وبهاد الشكل، وتبعوا المقادير وطريقة الفينو ورقة الفينو، ما تنساوش أن ورقة الفينو الفيلو راه كتجي هشيشة وكتهرس، يعني دائما ملي غنخدمو بها إلي تري ديليكات، يعني نحلوها بشوية ونصوبها بالطريقة اللي وريتكم بإذن الله. هانتوما كتشوفوا غادي ناخدو وحدة، غادي نشوفو وحدة ندخوها، كتجي ممتازة وهشيشة. رائعة رائعة، اسمحوا لي دائما نقول لكم باش نذوق هاد الوصفة إن شاء الله، راه كتجي ممتازة، نتمنى لكم تجربوها بهذه الطريقة. ومرحبا بكم دائما في القناة ديالنا اللي هي قناتكم على كل حال، وكنرحبوا بكم وكنتمنى لكم تقضيوا معنا أوقات طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.